السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنعمل نفس الدرس القديم، انه هنا حنعمل هذا كوبي لاختصار الوقت، نعمل هنا بالاسفل رايت كليك بيست. اذا عملنا واحد اخر، لكن انتبه هذا محمد، هذا لازم احنا نغيره محمد الى فيدورا، لان الدايركتوري اسمه فيدورا، وحنعطي له الباث. الباث هو فيدورا صح؟ فيدورا. زين، هنا عندك الـ valid users. الـ valid users أكيد مو user واحد، يعني أنا ما معقول أكتب فقط محمد أو أكتب root. هنا أنا حكتب نوع آخر، خلونا نشوف إذا كان يساعدنا. عفوا، whitelist write permission. أوكي، staff اللي هو group، لاحظ مستخدم plus group plus staff، أي بمعنى أنه هذا ينفع هذا النوع من المثال. خلنا نشوف بعد إذا في أمثلة أخرى. هذا بالنسبة للهوم دايركتوري ما عندنا مشكلة، هذا بالنسبة للبرينتر إذا تريد تستخدم، هذا بالنسبة للنت لوج. أوكي، وهذا comment provide the user، هذا الشخص، هذا الجروب الستاف، لاحظ جروب من مجموعة من الناس عايدين للستاف، إذا plus staff. خلينا ننزل للأسفل. إذا هنا الفاليد هو بيستخدم valid user، لا مختار right list. مختار right list. أوكي، الستاف هو group which have right permission. لا، احنا خلونا نعملها فينا نعملها بطريقة أخرى. مثلا الvalid user أن يكون هذا اليوزر، لاحظ أن يكون هذا اليوزر عائد لل فيدورا. إذا بهالحالة أي أحد عاد، هذا الآت بمعنى آت فيدورا، يعني محمد آت فيدورا، أحمد آت فيدورا، علي آت فيدورا، وهكذا. فأي شيء عائد لهذا الجروب it's okay. بس خلونا نتأكد من permissions right. okay right بالما عندنا مشكلة بيها. create mask عندنا create هنا share. زين، احنا فينا نضيف شيء اخر، writable public no that's it. اتصور هذا كلش كافي لنا. زين، خلونا نعمل هنا control x yes enter، نكتب نعمل clear. هنا حنكتب system ctl restart لل smb للسامبا، حيطلب password، وضعنا الباسورد. جميل، بعد ما عملنا الريستارت نحتاج انه احنا نضيف smb password. حنضيف شخص minus a، ما كان موجود في القائمة، يعني ما موجودة في الليستة اللي موجودة في السنتوس، فلتكن هذا الاسم شخص منه 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 فد اسم اقدر احفظها، لان انا مو كل الاسماء احفظها. اوكي، نكتب محمد، احنا استخدمنا عيسى، عيسى ما مستخدمينه، والدي الف رحمة النور عليه لانه متوفي. فانيوي طبعا هذا ما شيء يخصك اكيد، لكن تذكرته فالرحمة تجوز. هنا نكتب smb password minus a ل عيسى انتر. اوكي، في عندنا مصيبة احنا عملناها. smb password minus a root، ممتاز، لازم يكون root. عيسى، عيسى failed to add عيسى for users. ليش؟ اها، لانه عيسى اصلا ما created، ما صايرة. صح 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 صح، خلونا نعملها لعلي، علي موجود كيوزر، علي، علي، ممتاز، added، إيه لأنه أصلاً مو موجود في الكمبيوتر فما راح يسمحها، صح. زين، هنا نحن عملنا علي، كيف راح أضيف علي لجروب الفيدورا؟ مجرد أنه أكتب هنا user mod minus g للجروب من فيدورا، اسم الشخص علي، permission deny، sudo، قام بإضافته. زين، يبقى علينا شو؟ يبقى علينا انه احنا نعمل testing على هذا الشخص. وينك؟ هنا this one. لا،
not this one. Interlocation. Okay, هذا الجروب هي بفيدورا. ممتاز. الفيدورا موجودة. طبعا لازم نكتب علي والباسورد علي. That's it. Test. Oops. شباب وقعنا بنفس المشكلة. هنا الكرييشن لا تنسى هذا الشيء. لاحظ احنا شو نسينا. الذكي تذكرها. الذكي عرف شو المشكلة. سي لينكس لا تنسى. وينك بالسي لينكس لا تنسون الباث. لازم احنا نغير الدايركتوري ما ننسى. زين ls احنا في الهوم صح. اذا ls minus z لاحظ فيدورا موجودة في الهوم روت. اوكي لازم نحولها الى هذا. فاذا نعمل رايت كليك باست سلاش هوم سلاش فيدورا sudo. اوكي هسه ارجع مرة اخرى. نيو تيست. That's it. Yes. نرجع للويندوز. For Windows نفس الحالة. Map network slash slash 2.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 
الباسورد هو علي. اوكي هيا بنا. اوكي 2 3 سنينات بعدين في دورة. اوكي فينيش علي علي. The network folder is currently mapped using a different username and password. Continue to use a different username and password. Disconnect any exist mapping of صح 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 صح. في عندنا هون محمد right click disconnect. اوكي نعمل هون oh my god. اوكي this one paste finish. علي علي لا لا هذا المشكلة مو من عندك. علي 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 different username and password. نشوف هنا شو استخدمنا احنا ونفسه في دورة. اثنين ثلاث سنينات في دورة صح. لحظة احنا اتصور احنا ما عملنا ريستارت لكن كيف كنك لا اتصور احنا عملنا ريستارت بس ممكن يحتاج ريستارت اخر. خلينا نتأكد. علي علي لا ما تصور المشكلة هنا. disconnect حامل pause حتى اشوف المشكلة وارجع لكم.
رجعت لكم مرة أخرى. نلاحظ هنا للأسف الويندوز يسمح مرة واحدة تستخدم الكريدينشال في مجموعة من الفولدرات، يعني أنه ما تنفع في الويندوز تستخدم أكثر من كريدينشال، أكثر من يوزر نيم والباسورد مختلفات لشيرد فولدر. هذا هو يعني نقطة ضعف في الويندوز. بالنسبة للينكس احنا لاحظنا انه انت ممكن تضيف اكثر من فولدر ما عندك اي مشاكل بها، لكن بالويندوز للأسف انت عندك فقط، لاحظ في دورة اللي انا قمت بإنشائها استطعت انه ادخل إلها وعادي ما عندي اي مشاكل بصناعة اي فولدر في داخلها، ما عندي اي مشاكل انه استطيع ادخل للفيدورا. لكن حتى ادخل للفيدورا مفروض من عندي انه اني افصل اي نتورك موجود. طبعا هذا الكوماند هو للويندوز اللي هو net use، هذا حيظهر لك الكونكشن اللي متصل، اوكي الكونكشنات اللي متصله. لاحظ في عندنا الشير وفي عندنا الفيدورا موجودين مع بعض. شير ممكن يتصل لانه ما يحتاج لها كريدنشال، ما يحتاج لها يوزر نيم باسورد، لكن فيدورا يحتاج لها يوزر نيم باسورد، كذلك محمد ايضا كان يحتاج لها يوزر نيم باسورد. فدخلت له باليوزر نيم علي، باسورد علي، واعتيادي بدخل له. اذا في هذه الحاله لو عندك جروبين ينفع انه انت تعمل جروب واحد ويكون فولدر واحد تقدر تكنك عليه، ما ينفع انه انت تعمل تو جروب يحتاجون الى يوزر نيم باسورد، لانه الويندوز حيسمح فقط جروب واحد انه يعمل. بهيك حالة احنا وصلنا الى نهاية الدرس، لهنا نقول لكم مع السلامة.